الحمد لله رب العالمين، قدر الله لنا جميعا أنا وإخوتي أن يكون والدنا من المغرب، مراكش، مدينة صغيرة قرب مراكش اسمها طمسلوحت، ووالدتي من فلسطين. الحمد لله رب العالمين، ولدت أنا وإخوتي في حي المغاربة. حي المغاربة حي قديم وله تاريخ من عهد صلاح الدين الأيوبي، عندما نادى حي على الجهاد لتحرير بيت المقدس، فلسطين عامة والقدس خاصة، من الصليبيين. فلبى النداء يعني قبائل كبيرة من المغرب، ليست أفراد. فكان كصلاح الدين أقطعهم أرض بني عليها حي المغاربة. تزوجت في عام 1966 قبل نكسة حزيران تقريبا بعام أو عام ونصف، ثم حدثت النكبة ورحلنا وهجرنا ونزحنا مع باقي النازحين إلى ديار الله سبحانه وتعالى عام 1974. عدت إلى فلسطين، استمرينا وبقينا إلى يومنا هذا الحمد لله بفضل من الله. الآن هل بقي لنا حي؟ إذا أنت إن شاء الله تحضر إلى مدينة القدس سترى أرضا بس شاسعة، فراغ مطلق، ساحة كبيرة لإقامة شعائرهم الدينية عليها. لم يبقى لحينا أي أثر سوى الزاوية المقيمين نحن فيها حاليا، زاوية المغاربة. يعني دائما الاعتزاز بالأصل، يعني إحنا نقول من أنكر أصله فلا أصلا له. فأنا من الناس الذين يعتزون بأصلهم، أنا جذوري مغربية وأعتز بها جدا جدا، وفلسطينية وأعتز بها أيضا. فأكرمنا الله سبحانه وتعالى. المغاربة أخي ليس لأني فقط مغربية، بل إن المغاربة يحبون الجهاد في سبيل الله. هم قوم يعني يحبون الجهاد، يحبون العطاء، كرماء. الحمد لله رب العالمين. الإنسان لو لم يكن مغربي يمكن، أنا بقول لتمنى أن يكون من خصائل الحسنة اللي فينا. نحن الآن في زاوية المغاربة 10 عائلات، والعائلات هذه كل عائلة عندها أبنائها، يعني إحنا تقريبا 40 نفر أو 35 أو 40 يعني نفر نعيش بهذه الزاوية. فهناك كثير مغاربة يعيشون الحمد لله في القدس، ولكن بالأحياء الممتدة حول البلدة القديمة. والدي خدم حوالي، تقول والدتي، حوالي 51 عام وهو حارس في المسجد الأقصى. والدي توفى عن عمر ما شاء الله ناهز 90 عام. والدي رفض العودة عندما قدم شاب إلى فلسطين مع القوافل الحجاج. بعد ما توفي والدي خيروا والدتي بأنك هل تأخذي مبلغا من المال تعويض المرحوم، أو أن تضعي أحد من أبنائه في مكانه. لما عرضت الموضوع على إخواني، أحد إخواني قبل أن يكون في مكان والدي. ماذا ينقص المغرب حتى يطبع مع كيان صهيوني غاصب مغتصب؟ وخاصة أن المغاربة من الناس الأوائل الذين ناصروا القضية الفلسطينية. المغاربة من الأوائل الذين ضحوا، دماءهم لا زالت موجودة على أرض فلسطين، على أرض الإسراء والمعراج. فلماذا؟ إنها السياسة، ويعني وما أقبحها من سياسة. لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.